أحسن الله إليكم. من الطائف الأخ محمد، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت أسأل الشيخ على الاستفراغ، ينقض الوضوء باش بالنسبة للرجل أو للطفل؟ الاستفراغ. لا، للرجل. للرجل الاستفراغ. طيب، نعم الشيخ صالح. نعم، يقول به إذا استفرغ الإنسان هل هذا ينقض الوضوء؟ نعم، الاستفراغ ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، وعليه أن يتوضأ لأنه خارج من المعدة، ينقض الوضوء. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ. نعم.